قطعت الكهرباء. بريدكشن الحقيقة بارالايز شنو تصور يعني نختاره ك مع بعضنا يعني من الاخر، خاطر اتس انا شايف، صعب صعب جدا يعني حقيقة. انا شايف فيروس اي سبورتس احسن بكتير عشان هم عندهم دمج. شايف ان قطعت الكهرباء في استوديو التحليل انا هذا الجيم قاعد انتظره من بداية البطولة، بجيم او فريق قطعت الكهرباء، هذا الفريق انا متوقع انه ياخذ البطولة. ليش ما بعرف، الاسم كان جدا خرافي، حسيت يعني هذا الفريق هو اللي لازم يفوز. فاكيد كل التوفيق للفريقين، اكيد في بدايه الجيم لفريق فيروس وفريق اي اف كي او نقطه الكهرباء. والله يبعد عنا جميعا وعن جميع المتابعين الفيروسات والاشياء المضره للانسان. عن موضوع التيمز، كانوا الشباب قاعدين يتكلموا عن عفوا عن الشامبيون. انا شايف صراحه الليد جيم حيروح لفريق اي اف كي او نقطه الكهرباء. الفريق الطريقة الوحيدة اللي يقدر يفيز فيها فريق فيروس اللي هو الايرلي جيم. لو صار الموضوع ليت جيم اورن مش راح يموت، زاك ما راح يموت، ونتلوس ما حيموت. حيكون في فرونت لاينر لدريفن، دريفن حيقعد يخبط فيهم من ورا. فالطريقة الوحيدة لفوز فريق فيروس اللي هو الايرلي جيم، وزي ما شايفين حاليا في البوت لين دريفن كشيء طبيعي، كل اي كاي مين دريفن لازم يسوي بوش، لازم يسوي بوش ويبلش يسوي فوق ويقرف الاي دي كاري يضبط. تلعب ضد دريفن شيء جدا 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 مزعج، ولا شو رايك يا رايزو؟ ممكن وربما نانو تريس يقدر يسوي الدمج نتاعو على ام اف ام اف، تخسر نصف الاتش بي نتاعو. ربما هنا يومي بدات تقوم بالهيل لسوء الحظ، ما خيماتلوش نيفو جوج. يعني انا متفق معك اخي كوت، تيم كومسون صراحه بالانس بالنسبه للجيم اللي شفناه قبل قليل. لا يوجد هنا اكزوتيك بيكس صراحه، سنرى من سيستطيع يعني ليفل 2 مباشره ينجاج من طرف موتشيلوس، والبارير تتم تسويته من طرف الام اف في بوت لين. لانه في اكو. اوكي وش عندي انا الايكو؟ اوكي مش مشكل. نعم انا معك يا اخي كاتونير. طيب هنا على يومي مباشره، ولكن التانكين اسم طرف نوتشيلوس على التورين، والتورين تخطى ربما وسيموت نوتشيلوس وتشت داون عند يومي هنا مباشره، والدريفن ايضا سوف يموت اكزكيوتد لدريفن هنا صراحه. نايس دايف من طرف الفريق دي الايف كيز، وهي ربما الجانك في التوب لين هي اون في اصابه 1 في 2. يتم اتشيس سجواني فلاش ان طرف سجواني يستن ربما على اون 1 في 2، هل سيتم لا يستطيع هنا لسوء الحظ والدبليو من طرف ايريليا لكي تاخذ الكيلو سكيل سكيور صراحه من طرف ايريليا. نايس بلاي هنا اراوند ماب من طرف الفريقين 2 اجينست 2 في سكور بورد، 6 كي جولد اجينست 6 كي جولد. يعني هنا بدايه صراحه اجريسيف بالنسبه للبدايه اللي شفنا في الجيم السابقة، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل القريب. في فايت في الميدلين وفلاش اوت مباشرة من طرف السندرة في الميدلين، هي تلعبها سيف وغادي تفلاش اوت مباشرة هي في البوت لين 1 في 2 دريفن نوتيلوس اللي روما الميدلين هو وزاك خلوة دريفن هذا وحدها في البوت لين، سوف يحاول ان يلعبها سيف ويفارمي ماكسيموم. هي مرة اخرى سندرة نو فلاش ويتقدم عليها زاك ويتقدم عليها نوتيلوس وستان والكيل مباشرة على ريكونايز 1 2 3 التي ياخذ الكيل في البوت لين اجريسيفيتي من طرف ام اف بي ويومي ودريفن فضي اصابة تحت دوريل وغادي يرجع اللور هالف اتش بي من طرف الدريفن. اي نايس بلايز هنا، وكاين واحد الخطا انا من طرف سندرا انا اظن، لان تقدمت شي شويه الامام بدون فلاش وشفت بانه نوتيلوس اس اس زاك اس اس، يعني كان عليها تلعب سيف شوي.
نعم مش مشكل مش مشكل وسنرى ما الذي سيحدث في هذه المباراة بينما يعني يعدلوا ويسووا مشاكل الصوت في الستريم. هنا عندنا أول تنين الذي سيكون تنين النار تنين الجهنمية الذي يعطي بف في الاي بي والاي دي والدامجز للفريق الذي سيأخذه. تنين مهم جدا في الأرلي جيم سيعطي يعني ربما البرست لسيندر كي تستطيع أن تقتل هذا الإيكو أو ربما البرست من طرف دريفن الذي معه بيسو بوتلين اغريسيف ريلي ريلي اغريسيف بوتلين هنايا ستان واحد كيو واحد من طرف نوتيلوس وغيتمكنوا ربما يديو الكيل دريفن اللي كيقوم بستاكس ودار الكاشاوت نتاعو مبكرا هنايا دار الكيل ديالو الاول ودار الكاشاوت حتى سمجيلز. ولكن كاين واحد الفرق بين السي اس كنشوفو فرق بين السي اس هنايا 39 سي اس 21 في البوتلين والتنين كيتبدا مباشره من طرف الفريق الاحمر سيكيورد وفيرست تيني هنايا وربما نايسن درفض يصاب مرة أخرى وكيتخدم نوتيلوس الجونك من الجهة اليمنى تقدر في وضعية صعبة ستان أوتو أتاك وكيخ من إيكو فيكس من طرف دبليو كيجي دريفن تو أوتو أتاك كاش أوت من طرف الدريفن وزاك كان في الوراء ربما تكون خاصهم شي حاجة أكثر من هكا ياخذوا البينك وارد في هذا البرج غيمشي زاك الريت وين في دي جنجل تسجواني خداو دريك الاول خداو الكل في سيندرا مرتين على التوالي يعني سيندرا واخا هكاك باقي كتفارمي عندها 47 سي اس وباقي نشوفوها ربما دير دامج على سيندرا اللي كنعرفو ميد لينر كيس كيلي وكيس كيلي مزيان سيندرا ميد لينر فيري 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 اوبي في هاد الميطا حاليا بيك سي سيزون الزاك ربما يتلاقى مع تجواني هنايا حازين مباشره ضد وفنايت 1 في 1 وكيجي تي بي مباشره من طرف الايكو غيظهر ونقول متفورتن 4 في 3 نيتو بوتين واش تيكون شي دايف ولا ما غيكونش واش غيكون شي دايف ولا ما غيكونش غنشوفو حاليا مباشره دونك تيم الحمراء تتقدم هنا في الريفر طلع لجهة الميد لين لي جود ريكونايز غيمشيو الميد غيتسناو ربما هاد السندرا هادي غادي يمشيو لها مرة أخرى مرة ثالثة ربما هنايا يكون الجونك في الميد لين ما غادي تلعبها سيف هاد لعبة سيف وسندرا تفهمت الوضعية صعبة تفهمت أنه هي الفوكس ولكن لا لا مازالين في البوش ربما نشوفو الجونك هنايا سيجواني في البوت لين في التريبوش ويف كلير ديال الورد هنايا ربما ستان ستان من طرف سندرا نايس بلاي من طرف سندرا ولكن داشين طرف زاك ربما الدايف لا لا لن يكون هناك دايف سيكون ويف كلير من طرف الفريق الأحمر في الميد لين وسنرى ما الذي سيحصل في المستقبل القريب هنا اغريسيفيتي مره اخرى دريفن ليس له سبورت في هذه الاثناء اذا ام اف تستغل الفرصه صراحه وتذهب مباشره هي ويومي اغانس هذا دريفن زاك من الوراء وهو نوتيليوس ربما اوكي خويا كات هنا ربما دريفن الذي اوه نايس بلاي من طرف يومي هنا دريفن ميس بلاي صراحه ياخذ دقتين من التورت وغادي يموت دريفن انه شوت داون مره اخرى على يومي 2 1 0 نايس اولي جيم صراحه يومي صراحه الكيلز فيها يبقوا ممتازين لانه تاخذ الجولد وتقدر تمشي تشري الايتمز للهيل والشيلد باور ونشوف شنو يحصل في المستقبل يا اخي لك الكلمه اتوقع يا رايزو انا ممكن عندي مشاكل ولا كله تمام للحين بس نتاكد من الاداره نشوف اذا في لسه في مشاكل ووضع كله اوكي اتوقع مش الحال اتوقع الصوت اوكي اتوقع ما عاد في مشاكل في الصوت نعتذر من الشباب على المشكله اللي كان قاعده تصير مشكله فنيه سمحونا يا شباب نفس ما شايفين الوضع للحين ستيل ما في اي فريق فايز اربع كلات لتيم اف كي وفي جانك في التوب لين اوه جانك في التوب لين 2 في 1 اجنس ات اورن لكن اورن تانك والارن طرف اورن وغادي ينطح هاد الار ديالو نوك اب على ايريليا ونايس ديزينجيج من طرف اورن سيجواني اللي تفضل انها تمشي لجانكي اورن سوبر تانكي في الارلي جيم وفي الليد جيم تا هو اورن صراحه بيهايند في سي اس وكان لعبها سيف وغيقدر يسرفايف هاد الجانك من طرف سيجواني نايس بلاي من طرف اللاعب اللبناني ليمبروك نفس ما شفنا كان في الت من اور وارض الت يعني صار سوى الالت لي بس ليحاول يهرب ما مش كان في داعي لانه يسوي فايت بس كان الموضوع ديسنجيج وكان يعني الت سيف بالنسبه له على اساس ما يموت هذا شيء فكره جدا ممتازه بس كالعاده دريفن قاعد يسوي فش وفي فايت طيب في البوتين طرف زاك ويتخدم طرف سطح دولار لكن تيبن طرف يفهم طرف اول ام طرف ريو داشين داشاو وتويبل ستان مان ستان غادي يجي لي مباشره غادي فور كونكرور زاك باسيف بروف
ريري عنده يومي يومي كتخرج كتخرج ربما على ميسولتي ميسولتي وضعي صعبة تشوفي فورمية في البوطين وغادي نخصاك بالإي وغادي يجيب الكيل ديالو الثاني في هذه الجيم 2-0-2 من طرف زاك ريكونايز لعب جيم ممتازة جدا في الأرلي جيم ويسيطر مباشرة على هذا الأرلي جيم والبوطين خصوصا دايف مرة دايف جين في الميدلين مرة أخرى وغادي يخضروا إي شت داوني وهاد ميس فورتونا ديالها تدير 0-2 وترجع للبيز هنايا ربما ياخذوا البليتس في البوطين ياخذوا الجولدز ديال البليتس وربما التوريت تاعي خلينا نشوف مع بعض الإعادة أو الريبلاي بالدايف اللي صار في البوتلين. كان دايف يعني شوي ريسكي من الصراحة شايفه من زاك كان أولموست راح يموت زاك يعني كيف طلع منها صراحة مش عارف دايف لا بس فيه أخذوا فيه كم كل طلعوا فيها بدون ولا ديث كان شيء جدا ممتاز من فريق AFK فريقي المفضل فريق إن شاء الله اللي راح يكسب بهاي البطولة أنا شايف هذا الفريق في عنده يعني مستقبل جدا رائع أفريقي AFK الشباب لا بأس عليهم بدايتهم جدا قوية الجنجلر تبعهم شغال في كل مكان كانك ورا كانك ما هدي من أول الجيم هذا شيء جدا ممتاز بيريح التيم بيريح الشباب يخليهم يقدروا يفرموا يخليهم يلعبوا عارفين الجنجلر موجود 24 ساعة والحين نفس ما شايفين قاعد توجه على البوتلين مرة ثانية زاك أتوقع في جانك مرة ثانية زاك يتخدم لهذا البوتلين وصراحة زاك الذي قام بعمل ممتاز في هذا الأولي جيم 150 جولد شوت داون على زاك زائد 300 جولد للكل طبعا و غادي يتقدم مرة أخرى لهذه الجهة هذا البوتلين ولعب بزاف على الدريف هذا كما قلت فريق AFK عندهم ايرلي باور بدريفن و نوتيلوس عندهم ليت باور بأورن و بأيكو ونشوفوا واش يقدروا يستعملوا ويستغلوا هذا الباور اللي عندهم ما كيمشيش زاك التوب لين بتاتا يخلي أورن 1v1 انا 1v2 ربما انا درت جواني كتخدم تجواني بأر ولكن مرة أخرى لومبروك اللي كيداشي اوت وكيداشي اللور بالاي ديالو وما غاديش يقدروا يقتلوا شي حاجة في التوب لين هذه لومبروك 1v2 نير ربما الهيراد ربما انا نشوفوا شي دايف ربما لومبروك خاصو يدافع على الدور هذه الدفاع القوي لومبروك بالأورن ربما شي دايف ايريا كتخدم الويف ديال ياتيم الار طرف اور نوكوب على جوج ديال الناس اور بيك دامج على ايريا وغير يدير دامج الدور ولكن غيدور عليه ربما سجواني ربما ستان داش من طرف ايريا وسجواني كتوك التورال والكيل غيتخات من طرف ايريا فاز على هذا الاور هذا مايس بين طرف فريق الازرق فريق الفيروس جيمنج الذي تمكنوا من اخذ بليس واخذ اورن حتى هو توقعت انه الجانك حيكون جانك توقعت ممكن يكون جانك فاشل لانه من اصعب تشامس ممكن تجنك اللي هو اورن اورن اكثر واحد من تشامس اللي بتضيف او بيحاول الناس تسوي له جانك ودائما بيطلع هو واخذ كل ووضعه كله تمام وبيهرب دائما من الجانكات هنا عندنا اكشن مور اكشن صراحه ونرى مره اخرى زاك في البوت لين ويحاول انه يشد داون هاد ميس فورتوني يومي مباشرة ويدخل بين تو تاورز في البوتلين يعني تم كيجي حزيم سجواني ديالو يدافع على هاد البوتلين هادو ويدافع على التورير ربما يتقدم على زاك يعني ربما ستان زاك مش عنده الباسيف يعني الان طرف يومي وستان طرف سجواني ولكن ديزنجيج كيلعبوا سيف فريق الازرق وما كيتقدموش بزاف هنايا كيعطيو غير شي شويه الفرصه لهاد ام اف باش فارمي شي شويه ميسورتين 71 سي اس امام 100 هنايا اير من طرف ريال مباشره ستان على اورن مباشره بورك كتبروكا باش يقدروا شي حاجه اون فاضيه سابا اون غيموت مباشره كاين تيب من طرف ايكو 1 في 1 يعني ربما يبغى 10 ديفو 9 واش يقدر يديرها الى ليا 1 فان فروك ديال كونكرور او ايكو كاين بيك تشانك اوف دامج وهالف لايف ايكو من وراء هاد ال 1 في 1 هذا وغادي يرجع اللور ما يقدرش 1 في 1 يدير ليا نايس بلاي من طرف لعب اوني شان في التوب لين بايريليا نتاعو الذي قدم عرض جد ممتاز ونيفو عالي جدا صحيح يعني ما بعرف للحين الجيم 50-50 الصراحة يعني للحين مش مبين مين قاعد يفوز بس أنا اللي ملاحظه أنه قاعدين يحاولوا أنه يركزوا على التوب لين التوب لين أتوقع إيريليا حيكون مخبي لنا إشي جدا قوي إيريليا بتوقع حيشيل الجيم لتيم فيروس صار عنده 3 كيلات وضعه جدا ممتاز وضعه كمان إيريليا أنت عارف كتشامب لما تتفيد مشكلة جدا كبيرة الصراحة فالله يستر شايف حتى السجواني دائما في التوبلين مرة أخرى في التوبلين وني السجواني كتقدمو تشوفي وانا قصد أورن أورن وكوب الأيرو كين كيشي زك نايس بين طرف زك الأورن أيرو على سجواني فوضي يصعبه وغيك بخروه سجواني حزيم وش يقدر أروح حزيم لا لمبروك هيدي الكيل ديالو الأول في هذه الجيم 1-3-1 أخيرا لمبروك
يعني عنده زهر هذاك السبورت من طرف جانجل نتاعو وايشي جانجلر كونتر جانك انايا في التوب لين. نايس بلاي صراحه. نو ثلاث من طرف الفريق الازرق في الطوب ونشوفوا واش يقدروا يزيدوا الفورسون. يعني ربما اون كيتخم باش تحتو له الاير ديال رفض الاصابه. اوني تشان بيستون على زاك باش تحتو كاين اون كيتو كيتو له البورك. اوني تشان 1 في 1 1 في 2 غادي الالبير باش تحتو ريبروكي وكونكر ضربوا طاطاكم. ما عندوش مانو كي عنده البلوك واش يقدر يزيد كثر ولا ما يقدرش يزيد كثر. في الميد لين كاين سيندرا 1 في 2 تاع هي وغادي تقدر ترجع تحتو له ديال نايس بيم طرف اوني تشان. هنايا لاعب خفيف جدا يداشي اوت وان ويبين للمرات ديالو نوتيكس مرات اخرى يتقدم على الطوبين يبغيو يتشدون على اوني تشان. 150 جول تشدون على اوني تشان 4-1. هل سيتم الدايف؟ لن يتم الدايف وغادي يرجعوا اللورو يلعبوها سيف. اتوقع او الظاهر في بعد عندي مشاكل في الصوت خليني احاول نحل هذا الموضوع ونرجع لك. بدي اخلي المايك معك انت تستلم الموضوع. انا بتكلف مش مشكل يا اخي كات. انا اتكلف وعندما يعالج الصوت قل لي في استريم هنا. يا غادي نكملوا هذا الجيم يا مشاهدينا الكرام. 24 كي جولد من طرف فريق الازرق فيروس جيمنج امام 25 من طرف انقطعت الكهرباء ايف كي تاغ اون. الادفانتج عند فريق الاحمر صراحه. فريق عنده 7 كيلات امام 6 وعنده جوج تنينات. عنده التنين الاول اللي هو تنين الانفيرنال دريك اللي كيعطي البرست اوف دامجز والباف الاي بي والاي دي. والتنين الثاني اللي هو تنين المحيطات الاوشن دريك البيج ريجن والممتاز جدا في اور الممتاز جدا في زاك وفي دريفن عندما ياخذ القليل من السستين. نقدروا نلاحظوا انه هنايا دريفن فيرست ايتم خدا البلود ترستر وعنده الانتي هيل من اليومي باش يقدر يحيد الهيل شويه على ديك الموس فورتون. عنده 40 سي اس ولا 30 سي اس بادفانتج في هاد البوطين. يعني ايزي كلابس دريف نتاعو يقوم بجيم ممتاز جدا ولكن حظى بالكثير من الهيل صراحه من طرف الجنجلر نتاعو من طرف الميدلان نتاعو. ونشوفوا هنايا الفريق الاحمر يذهب مباشره. يشوف سيجواني في الميدلين يذهب مباشره لدى هيرالد والهيرالد الاول ايضا اوبجيكتيف مورا اوبجيكتيف من طرف فريق انقطعت الكهرباء وياخذوا هاد الهيرالد هذا. نشوفوا فين يقدروا يسويوا هاد الهيرالد هذا واش في التوب لين واش في البوت لين. نعقلوا بانه الهيرالد الاول اخذوه فريق فيروس جيمنج وحطوه في التوب لين. خذوا بليتس ولكن ما خذوش الدورال صراحه. الدورال ستيل ستاندينغ في التوب لين. هي الان طرف يومي ربما غيكون انجيج. هي تويك في 4 هي ربما تي في من طرف ايريا تجي اون ليشان غيكون دامج بيك على نوتيليوس ستان طرف سيجواني كيخدم ساق الاير ولعب طرف ايكو وغيكون بيك تشنك دامج من طرف فريق ام جوج وسنتر من جهه اخرى وطرف الاير ونايس بيل من طرف سنتر وكل الاول على نوتيليوس الكل الاول الثاني على ايكو ويتولو 2 4 0 هنا الفريق الازرق. نايس بيل من طرف فيروس جيمنج اللي كيستطيعون يتفوقوا في التيم فايت هذا 5v5 حيت اون يلا جمع تو هنا كاين مباشره انجيج ستان طرف ايريا على جوج ديال الناس تبارك الله وزاك انجيج اي ان وايريا كتاشي ان كيو ان 2 في 2 في الباك لاين ايريا بيك دامج الكل الاول ايريا والكل الثاني ايريا تبارك الله ربما لا شات داون طرف اون على ايريا رجع اللود زاك باسيف واش يقدر يرجعوا عليه لا زاك غيموت والفريق الازرق يتفوق مرة اخرى. ايريليا شي شويه الكريد ربما نايم طرف ايريليا اللي كتدخل 1 في 3 في الباك لاين وغادي تعطي الفرصه للفريق الازرق ديال فيروس جيمنج يمشوا مباشره التنين الرياح تنين الغيوم الكلاود دريك اللي كيعطيك الكول داون في الالتيميت اللي كيعطيك الموف سبيد في جانجل وغيديروا الفيرست دريك ديالهم فريق فيروس جيمنج وربما الكومباك نايم طرف فريق فيروس جيمنج اللي كان عنده ايرلي جيم صعب شويه صراحه بعض الشيء صعب ولكن يستطيعون ان يربحوا تيم فايت مباشره وياخذوا الادفانتج وياخذوا المومنتوم ربما وياخذوا الدريك تمشي ميس فورتون البوت لين. اوكي انا اسف على اللي قاعد يصير. اسف يا شباب على المشاكل عندي في الصوت. اتمنى يكون حاليا الصوت عندي تحسن ما عاد في مشاكل ونرجع للطاليق كما كنا. انا نفس ما شايف تيم فيروس عنده 10 كيلات وتيم اي اف كي او نطط الكهرباء 8 كيلات. بس مين المسيطر رايزو؟ ارجع خبرني شو اللي قاعد يصير في الجيم. اعطيني شوي. انا بخبرك يا حبيبي انا بخبرك مش مشكل. هنا يا صراحه كان الايرلي جيم من طرف الفريق ديال اي اف كي الذي كان الايرلي جيم جد مسيطر على الخريطه وعلى الماب ولكن في التواني الاخيره والدقائق الاخيره كان تو تيم فايتس الذي فازوا بها الفريق الازرق فيروس جيمنج واستطاعوا انهم يرجعوا شي شويه في هذا الجيم. اوني تشان بايريليا نتاعو الذي يقوم بعمل ممتاز جدا وكيقدم هنا مستوى رائع من طرف توب لينر هنايا 40 سي اس ادفانتج على ليمبروك بالاور نتاعو ونشوف نشوف الان اشنو يقدروا يعملوا بهذا ادفانتج. اوكي الظاهر كل شيء تمام الظاهر كل شيء تمام الصوت رجع لوضعه الطبيعي.
الوضع تمام في جاكل بتلين فايتات بتلين ونيل سيندرا 2 في 4 انه يتقدم بومر كبير دابا جن طرف سيندرا على الدريف انه يمكن دريف سيعيش وسيندرا ستموت ويومي غادي تهبط غتبقى بوحده باش ديفوند التورين الهيرال في الميد لين ياخذوا به شي شويه ديال الدمج والبلو توريت البلو توريت ديسترويد من طرف الفريق الاحمر نايس بين من طرف فريق انقطاع الكهرباء اي اف كي اللي سيتمكنوا من بيرست سيندرا صراحه بدون مشكل 4 ضد 2 في الميد لين نايس روتيشن والله انا شايف موضوع ايريليا حيكون خطير فايت مرة اخرى يا اخي بس مرة اخرى في فايت تحت التوكتون اي ربما في فور ان الارم طرف ايريليا ربما ستدخل ايرم طرف صوتين ايريليا كتخدم موسط ولكن ايرم طرف ايكو كرجع البيزون ايه كنشوفو غير ايكو ما غاديش نشوفو شنو غيوقع هنا 1 اتش بي سجواني حزيم الذي سيتم انقاذه من طرف هذه اليومي التي نعقل ان يومي اس بلس شامب حاليا في السبورت بيج هيلز من طرف يومي من طرف الاي ونشوفو ربما هنا انجيج مرة اخرى ايكو يتقدم بروفو بيت ولكن يومي مو سبيد بالاي وايريليا وغادي يقدروا يهربوا من التيم فايت هذا في الميدان الوضع يعني انا شايف السيطره للحين تقريبا لفريق اي اف كي بس ستيل الكلات لطرف فريق فايروس بس كمان فريق اي اف كي عندهم اوشن دريك وعندهم الانفيرنال دريك هذول الاثنين جدا جدا مهمين لتيمهم بالنسبه للاي بي تشامبس والاي دي تشامبس وللدمج انا كانه حاسس حيبداوا بارون والله غريب مش عاملين كلير الفيجن هذا إشي غلط كبير يعني في فيجن بالبوش بالريفر يعني ما بعرف شو هذا الكول قريب دقيقة واحدة وشو دمجوا كثير الحين من بارون يعني ما بعرف إيش اللي قاعد يصير هذا الصراحة هذا الكول شوية suspicious شوية interesting هذا الكول صراحة ممكن بدون فايت ممكن هذا الكول فقط عساس يبدأوا فايت أنا هذا تخير الصراحة وها هو الفايت وها هو الفايت يشتو سجواني مباشرة وستن طرف ايكو وغيب دلتين فايت مباشرة 5v5 والاير بيك داوجه طرف سيندا وستن وغيب ديور كله ولا على الايكو الكت الثاني على الزاك لكن يجي اونيشان لا اونيشان هيموت واوني تير كل اونيشان وغيب تخدم الفريق الاحمر هنايا سجواني 1 اتش بي ومرة اخرى يومي كتصوب هاد سجواني هادو كتعتق من طرف سوتشن وبيك دامج من طرف سوتشن باك لاين وكيبقى هنايا ترى وضعه صعب 1 في 2 باك لاكي يومي ما يزيل نو ما يقدرش ما يقدرش يهيلو اي بقى مباشره بيسوسين 2 في 3 واش يقدروا يديروا الدمج لازم ما يقدروش والارم طرف فون باش يشدوا هاد يومي هادي وغايشدوا هاد يومي هادي في نوكوب وغادي يخذلو هاد يومي هادي في نوكوب وغادي يبوشيو الميتلين الفريق اي اي في انقطاع الكهرباء يا الله يا فريق انقطعت الكهرباء ان شاء الله ما تنقطع عندكم الكهرباء نفس ما انقطع عند الصوت صراحة نفس ما قلت لكم في بداية الجيم دريفن راح يقعد ينظف في الكلات والفرانت لاينر التانكات زاك على اورن على نوتلوس حيكونوا في الفرانت لاين ما حيقدر يقربوا على دريفن بتاتا دريفن حيقعد يدمج فيهم من بعيد لبعيد ما يقدر يقربوا عليه يعني الجيم تقريبا الحين شبه صار يبين لنا صرنا عارفين تقريبا مين ممكن يفوز في دراغون في دراغون في كولا دراغون متوجهين عليه تيم حرير رايحين يوردوا تقريبا اتوقع التيم فيروس بدهم يوردوا هناك في الدراغون بيت اتوقع في هون كمان السكتل عم بياخذها ايكو ولا بده يخليها ولا هو خايف اتوقع ما حاب يسوي فيس تشيك هذا الشغله ممتازه منه زاك شو عم بتسوي يا زاك صديقي ارجوك لازم تفوز يا شوي يا شباب تركزوا بدنا ناخذ البطوله هاي البطوله لفريق انقطعت الكهرباء باذن الله لا تقول لي اي جي اي سبورت ولا تقول لي الشباب من المغرب ولا اي شيء ان شاء الله الفريق اللبناني انت تقول هكا حيث مازال اشوف نيكست جيم اشوف نيكست جيم الليفل هنا ربما زاك يكون عنده كاتش ربما على زاك انا زاك عنده الباسيف واش يقدر يموت كي ان طرف الى الياء والبابلز من طرف زاك ربما يموت زاك والنو سمايت من طرف الفريق الاحمر ربما انا زاك غيموت وغيمشي ايكو ويكون ديب فيري ديب ايكو يضرب الارم مباشره الالتيميت يرجع اللور هنا النو سمايت من طرف الفريق الاحمر وغيمشيو فايروس جيمينغ مباشره هاد التنين هذا التنين الغيوم وغياخذوا سكند تريك في هذه المباراه للفريق الازرق وكما كنت كتقول يا اخي كوتلال ممكن صراحه فريق انقطع الكهرباء يقدموا يعني ليفل ممتاز ولكن مازال ما شفتيش الليفل تاع المغاربه فوكس جيمنج كلوب روني داون ان اني رو اصلا يعني على فريق انقطع الكهرباء يربحوا هذا الجيم بعدا عاد نشوفوا واش يقدروا يديروا اكثر في الانتر ارابيان كوب نروح نشوف المباراه اللي بعد ما نستقبل الاحداث يعني انا الصراحه اللي صار حسيت حالي ضربتهم عين يعني قاعد امدح فيهم راح زاك مات ما بعرف ايش قاعد يسوي زاك يا صديقي ارجوك لازم تركز حبيبي هذا الجيم لازم تفوزوه بترفعوا راسنا ترفعوا الاسم
او بلاد الشام كلنا بدنا نكون من افضل الناس الموجوده في البطوله. يعني دائما عم بيكون كمثال السعوديه، بنسمع الشباب من مصر، من المغرب، من تونس، الجزائر، هم دائما اكثر الشباب اللي هم قاعده بياخذوا البطولات. يعني حابين فريق من بلاد الشام، يعني فريق AFK او فريق نقطة الكهرباء المفروض تكونوا انتم فريق اقوياء، ما يكون عندكم اخطاء، ما يكون عندكم ستيكس، تلعبوا صح، ما يكون عندكم اي شيء. هلا حاليا في تيم فيروس قاعد يحاول ينشر الفيروسات في بارومبت، قاعد يشيل اوب 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 في فورت تولد هنا فلاش من طرف اونيشان كيتخدم هو يومي ويرجع مباشره على اور اور فاضيه صعبه اور لي مبروك غيموت تريبل كيل من طرف اونيشان هو وهاد يومي هادي اللي كتبقى معاه يومي اونيشان كيديروا لي موفز هنا وباقي عندهم سمايت من طرف حزين ايت راد وغيمشيو مباشره الى هذا النشور الى هذا البارون كاين زاك وحيد 440 واش زاك يقدر يوصل في الوقت المناسب واش زاك يقدر يخلق المعجزه هنايا ويستيل البارون هنايا هادي الاحمر ويل سي سوبر سون ربما نشوف واش غيقدر يوصل ولا لا. البارون 8k hp 7k hp 6k hp والبارون يتم البرست نتاعو بسرعه فائقه. زاك يتقدم، زاك داشي ان، زاك ليس هناك البلانت يا زاك، زاك يمشي لاونيشان مباشره سم طرف سندرا يميس ولكن سم طرف اونيشان يتقاس وسندرا غادير كيل شاده من على زاك وزاك ليس لهم سمايت الان وكيبقى نوتيليس وحده يحاول يدير المعجزه. ربما نوتيليس ما عندوش فلاش نوتيليس 1v4 1v5 نوتيليس وكيوب مايس نوتيليس وباقي ناصور كيدير ناصور 1 كي اتش بي ناصور واش يقدروا يديروا الفريق ديال فارس جيمنج ولا لا؟ غايقدروا ربما يديروا وغايتعدل ناصور يتسوى ناصور من طرف البلو تيم وغايتسيكر من طرف اوني تشام ايريا تاعو ام بي بي 400 جولد شوت داون على اوني تشام 10-3-6 نايس بلاي من طرف الفريق ديال فارس جيمنج. فريق فايروس قاعد صراحه يبدع في اعاده، لازم نشوف الاعاده، نشوف الريبلاي اللي صارت بالفايت هون. تبخروا في كان ستان من سندرا، يعني كان ستان مش طبيعي، كان يعني اي ثينك كان دريفن فول اتش بي، بخرته تبخير، دريفن ما قدر يسوي ولا شيء، اكل تقريبا وان شوت او تو شوتس. سندرا السي سي تبعها كان يعني خرافي، ايريليا قاعد تنظف فيهم، ايريليا الشاب قاعد يلعب ايريليا، ايريليا يا ايريليا انت انسان خرافي، انسان صراحه يعتمد عليك. الحين فهمت ليش سجواني قاعده تلعب على التوب سايد، سجواني ركزت على التوب سايد، عارفة عندهم واحد لعيب فاهم اللعبة 100%، يعني مش حاس تيا في بليد قاعد يلعب في التوب لين، يعني مش عارف ايش اقول، قاعد يلعب كأنه قاعد يلعب سورو كيو. شوف يعني شوف الثقة بالنفس، شوف حركات، وشوف كيف يدخل، كيف الالتيات الاستنات. انجيج مرة اخرى من طرف اورن التيميت هاو رقم جوج الناس ولكن كاين ارز مسفوج البيك دامج ارز بلاف ايكو باش يسرفايفي وزاك خطا يصاب ارز طرف اونيتشان كيتخدم اونيتشان عنده الهيل لا اونيتشان شوت من طرف اورن ولكن سندرا من جهه اخرى كدي الايكو كيموت وكيموت زاك تاهو 2-4-1 سو فار في التيم فايت وغادي يقدروا يطيحوا الدور الثانيه في الميدان فريق الفايروس جيمنج. ونايس بلاي ناس صراحه من فريق الاف كي اللي مازال ما بغاو يخسروا، مازال يتقاتلوا في هذا الجيم ومازال كاين غير 2k جولد ديفرنس ما بين الفريقين. اسمحوا لي التيتو ديال الميد مازال ما طاحش، مازال ما تهرساتش هذا الثالث هذه في الميدين. نايس بلاي من طرف فريق انقطاعات الكهرباء اللي عملوا فوكس ممتاز على الايريليا وعرفوا الوين كونديشن من طرف فريق فارس جيمنج. وكما كنت اقول ايريليا صراحه لاعب ممتاز، رائع، لاعب عنده مستوى يبين في هذا الجيم، ولكن ما نساوش يومي التي تقوم بعمل هائل من الوراء في الخفاء وكتبقى على ايريليا والهيلينغ والارز والبف من الاي دي والدامجز اللي كتكون راكبه على ايريليا. يعني هنا كنشوفوا سينرجي ما بين اللاعبين سبورت وتوب لين ويحاولوا يكريوا هذا الجيم هذه ان شاء الله. ربما والله يا رايزو مش عارف، قاعد افكر اغير الفريق ولا اضل مع فريق AFK. والله شايف فريق فيروس فريق جدا قوي، يعني ما بعرف، انا كنت صراحه متوقع يعني انه الليد جيم حيكون 100% لفريق AFK، بس يعني قاعد يصير الكومبو مش طبيعي مع الالت ميس فورتشن على الالت سجواني على الالت اونيتشان كيل في الاول على اونيتشان كيتخدم هنا ايكوم جاري سترايكو باش يسرفايفي ولا اونيتشان 1v3 اونيتشان 1v4 اونيتشان دبل كيل اونيتشان ربما كسب
ستار والاون ار وكيجي نوكوف والاون كيجي سنتر مباشره في اونيتشان باقي فول لايف اونيتشان وكيتخدم على لون بروك والدريبل كيف طرف اونيتشان ويمشي مباشره على التنين هذا ديال الرياح تنين كوادرا كيف طرف تنين الغيوم كلاود دريك لهاد الارز هادو اللي كيتحكموا الصباح ديال اونيتشان فايسبن طرف ايريليا مره اخرى يبين لنا الليفل ويبين لنا المستوى العالي ديالو في هاد الشامبس وفي هاد فهاد فوكس هذا في التيم فايتس هو ويومي يقوم بعمل جد جد ممتاز للفريق ديال فايروس جيمنج اللي خاصهم غير يبيريو على هاد اونيتشان هذا وربما يقدروا يفوزوا بهذا الجيم هنايا تري دريكس متتاليين يعني دريك مرة دريك مرة دريك وياخذوا الادفانتج والفوكس الفوكس كان طرف فريق القطاع الكهرباء عندما كنت غير موجود كان الفوكس على البيتين وكان دايف والرومز من طرف نوتيليوس مباشره على هاد سيندرا التي الان تقوم ب زعما تقوم بمباراه جيده زعما 4-5-13 119 اسيست آه يعني هي زعما ماشي بيهايند ديك الدرجه نشوفوا واش اونيتان يقدر يسويها ولا فريق اي اف كي فريق انقطع الكهرباء يقدروا يرجعوا في هذا الجيم. هذول التيمين الصراحه يعني للحين يعني ستيل قاعد فريق اي اف كي او يعني قاعد يحاول يرجع بس المشكله الانجيج اللي قاعد يسويه فريق فيروس مش طبيعي يعني من الت يومي لالت مس فورتشن على الت ريليا على السندرا يعني قاعدين يبخروا التيم بطريقة مش طبيعية يعني مشكلة مش واحد واثنين قاعدين يشيلوا التيم كامل مع بعض فلازم فريق اللي أنا بشوفه يعني فريق AFK لازم يستنى شوية يخليهم يضيعوا شوية أبليتيز ما يمشوا كلهم مع بعض يعني ما يأكلوا الكومبو كلهم مع بعض يعني صحيح لازم يكونوا مع بعض بالفايت بس شوي يبعدوا عن بعض على أساس الكومبو على أساس الدمج هذا اللي قاعد يطلع من تيم فيروس مش طبيعي ف الله يستر هلا تيمين هاي تيمين من 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 لبنان تيمين من الشرق الاوسط بس يعني كان صراحه مش قادر افهم يعني اللي قاعد يسوي ايريليا يومي مش طبيعي الدمج التحكم في الماب الفيجن صار حاليا ما في فيجن يعني لو تشوف الماب بس في البوت سايد عندهم 2-3 كونتر ووردز التوب سايد ابدا بارون حيطلع قاعدين يحاولوا ياخذوا يحطوا شويه فيجن مش قادرين وهاي انجيج مره ثالثه ورابعه انجيج مره اخرى وزاك الباك لاين والنوك اوف رابعه اوكي اونيتان قسم على الباك لاين وغيكيو كيل في الاول اونيتان فاضي تابع اونيتان وان فيجن اونيتان هذه الفور كيدير كيل الاول ديالو اولا كيجي ويومي والهيني اونيتان كيدير دوبل ستان اونيتان دبل كيل اونيتان ويخدم بعض اور من بروفوديس ابان من بروك وان في 3 وتريبل كيل اونيتان والويب كيل في ميد لين ربما ياخذوا الثاني في الثيرد ربما نمشوا مباشرة الناشور بارون ناشور الذي سوف يظهر عن مقاريب ويأخذ الانهيب مرة أخرى الفريق الأزرق اونيتشان بيك بيرفورمانس وكيضرب الآر على ثلاثة ديال الأشخاص في الباك رين ربما يحاولوا انهيو هذا الجيم هذه هنايا 4v2 هناك يستخدم نوتيليوس مباشرة كيحاول يجيب ستان ديالو نوتيليوس وضعية صعبة 1v4 غنمشي تحت ولا نوتيليوس يحاول يستنى سي جواني وغيدخل اونيتشان وضغطاك وغيدير كيل يومي مرة أخرى 4-22 اسيست من طرف يومي ولكن هذا غيكون كافي التضحية من طرف نوتيليوس كافية باش يرجع الفريق الأزرق ويمشي مباشرة النشور براس ما ينتهي هاد الجيم والنايس بلاي هنا صراحة الفريق فايروس بس يعني الفريق اللبناني تفضل سير أخي أكل سير قول لي يعني الحركة اللي سواها شوي نوتيلوس شوي كانت ساعدت فريقه شوي يعني حاول يسحبهم سحب شوية مينيونز بعدهم عن التورات والحين عاملين لهم بيت في بيت يعني تيم اي اف كي ديروا بالكم هذا اخر فايت وراح تخسر ايكو حاسس نعم في بيت نايس بلاي من طرف ايكو هي صراحه اللي طبعا مشكله تمشي بدون فيجن مشكله كبيره مبكرا نايس بلاي من طرف ايكو صراحه انه كان يموت 160% وضرب الدبليو ديالو مبكرا وشاف الفريق الازرق ينتظره كامله في ذاك البوش كان يكون 5v1 ولكن ايكو كان سمارت ولعبها سيف وتبارك الله عليه هنا ما يكونش ناشور اذا من طرف الفريق الازرق وفيروس جيمنج يديروا ريسيت جماعي ويباكيو كاملين مباشره باش يرجعوا كاملين قفده في الفايت الموالي اللي غيكون غالبا على هذا ناشور هذا برا ناشور هذا اللي هو النكست اوبجيكتيفز نكست كونتكست كونتستابل اوبجيكتيف ولكن ما نساوش انه التنين دريك اللي غيكون على المقارب الروح ديال التنين سول اللي غيقدر ياخذوا ربما الفريق الازرق فيروس جيمنج غنشوفوا واش الفريق ديال اي اف كي يقدروا يمنعوهم من هاد دريك ولا لا ما هاي المشكله الحين صار عندهم في الميدلين سوبر مينيونز عندهم دريك في عندهم بارون يعني تيم اي اف كي قاعدين يدعوا تنقطع الكهرباء ولا يقولوا خسرنا هالخساره يعني مش عارف قاعدين في ورطه مش طبيعيه البوت سايد كمان مدفوش عندهم الميدلين سوبر مينيون بارون دراغون نفس السول حيطلع بعد شوي فحيكون يعني ما بعرف
شو اللي حيصير مش عارف. فالمشكلة الحين صار يعني قاعدين يحاولوا ما يسووا انجيج اصلا فريق AFK بدأوا ضارب غريب. اوكي ما في عندهم فيجن ما حطوا حتى كونتر وورد يعني مش فارق معهم. هم بدهم فايت هم يعني بدهم تعالوا بنضارب معهم شايف اور ارو كيف دائما تيفايت مباشره وهيكون نوتي ديس فور يتبع وندور باكن في جي زاك ولكن نوتي ديس كيت بس مباشره ار طرف فيجن بيك دامج ار طرف ويتشان ويتشان يقدم ربما نقطه بلاتفورم والكيل على حزيم الرعد وغيبوا استمرار مباشره ويتشان باك لاين ويتشان شوت داون طرف دريفن ويتشان كيل ويتشان دريفن تيبل كيت تيبل ربما غيدير كوادرا كيل كوادرا كيل دريفن ربما البيطل لا غيمو دريفن وايكو غيكون حاضر باش يكمل هذا الشيء وغادي يقدروا يربحوا الفريق انقطاع الكهرباء. هاد التيم فايت هذا ممتاز جدا من طرفهم ويمشوا مباشره لدريك هنايا ربما باش يحيدوه الروح وصول الفريق فيروس جيمنج. ناس من طرف دايفن ناس من طرف ايكو ونايس بلاي من طرف زاك اللي دار البيج نوك اوبس والبيج سي سيز في التيم فايت. بسرعه بسرعه يا زاك في عندك سوبر ميلين في الميدلين حاولوا ياخذوا الدراغون على السريع. الدراغون بسرعه لازم ياخذوه. خلينا نشوف الريبلاي مع بعض يا شباب بنفس الوقت نخلي عيوننا على الميدلين. دريفن دريفن يا شباب في هالاعاده الشغلة الوحيدة اللي ما قدر يوصلوا له اللي تفوتهم هذا الفايت انه ما قدر يوصل دريفن. دريفن قاعد في البوش او قاعد يحاول يسوي كايت يبعد عنهم ما خلاهم تقريبا يقربوا عليه. هذا الشيء اللي خلاه يقدر يفوزوا هذا الفايت. دريفن اذا ضل عايش بيفوزوا فريق AFK. لو ايريليا قدرت توصل له زي كل فايت راح يخسر لانه هو الدمج الاساسي في هذا الجيم. ايكو يعني صحيح في دمج بس مش قادر يطلع هذا الدمج. حيدخل كمثال استن ممكن دبليو اي كيو بعدين ما حيقدر يسوي شيء. دريفن هو الدمج الاساسي لانه اورن مش حيطلع دمج كبير. زاك ما حيطلع دمج كبير. سبورت كمان تانك ما حيطلع. نوتلوس مش حيطلع دمج. حيكون عندهم فقط سي سي والسي سي اللي قاعد يطلع من تيم فيروس مش طبيعي من ناحيه سجواني غلط على سندرا على يومي سي سي مش طبيعي. فدريفن دريفن لو او المفروض هو يعني حيكون عارف اكثر مني انه دريفن لازم يضل سيف ورا. خليني يبدا الفايت يا دريفن بعد قد ما بتقدر حاول تضل عايش انت بس مهمتك تكون عايش فقط لا غير. الحين في بارون عم بيحاولوا يسووا بيت بيت الصغير ممكن يقدروا ياخذوا فيه كل ما بنعرف انا يا ربما البيت صراحه من طرف الفريق اي اف كي وربما الانجيج على سجواني. لا سجواني تشوفهم بسويبر وتقدم مباشره وما يكونش الانجيج هنا صراحه. ونايس تراي من فريق فريق انقطاع الكهرباء اللي حاولوا يديروا فاناتيك باش انا ربما الانجيج من طرف يومي بزاك فاضي يلعبوا ستان وكيف يطلع الاي كوف باك لاين وقت مباشره ام جي صوت سجواني على هذا ولكن اور غيطر الاور ديالو غيطر يجي المطب ديالو المطب على جوج الناس ولكن هو على ميتسولتشن وفاضي يلعب الفريق الازرق كيخدموا عليهم فريق انقطاع الكهرباء واي اف كي كيخدموا غيديروا الكل هو ما يدخلوا على سنترا ديال ربما سنترا فاضية صعبة سنترا تحاول تبيل على اليومي الهيليومي ويخطر كونستان دريفن بيت الشات داون على هذه السنترا هذه 150 جول زي 300 جول ديال الكيل وغادي 450 جول كويك ماتس في جيب نتاع دريفن. دريفن اللي كيستاكي الاكسس وعنده البيج البيج جول جول هنا صراحة عنده فول بيلت تقريبا وياخذ غير الجاردين ربما اوني تشان خاصو يدير المعجزة ربما هنا اوني تشان هو والجانجل نتاعو يديروا المعجزة ويسرقوا البارون. هذا ينجاج من طرف الساك ويتقدم مباشرة على اوني تشان 1 في 2 كي جي كومن جيرف 1 2 3 5 هنا ربما هيكون الان طرف يومي والان طرف اوني تشان والاوتو اتاكس والبروتو كيرور اوني تشان ربما يموت ايكو كيرجع لور وير انت كلاب ويدير كيل على حتى مراد حتى مراد كيموت نص مايت طرف فريق ازرق كيخدم اوني تشان اوتو اتاك من الاوتو اتاك 2 في 4 هنا 2 في 5 والكل من طرف اوني تشان واش يقدر يدير كلاب فور مان ستوب طرف اوني تشان شوف دبل كيم طرف اوني تشان يخدم اوني تشان وتريبل كيم طرف اوني تشان هي ربما الفينتا هي وتشان كتخدم اوتو اتاك من الاوتو اتاك ستان على نوتيليوس مرة اخرى نو مانا نوتيليوس وغيخدم اوني تشان هو يومي كوادرا كيل واش يقدر على المبروك وشكون يقدر يحبس اوني تشان. اوني تشان كيتخدم على هاد اون اون خصو يرجع اللور خصو يمشي للبيز ديالو باش يتخبى هو اوني تشان غيمشي مباشره لليميتات وعاوتاني مره اخرى كيخليو هاد ايريا دير ما بغات في هاد التيم فايت هذا وكيبين لهم اوني تشان علاش خصو يتفوكس علاش خصو يموت ويقدر يقتلهم 1 في 5 2 في 5 مع اليومي ديالو في الجيم وربما يقدروا يقلبوا على النهايه يعني الفريق الازرق فارس جيمنج جا ام اف كاين اوني تشان ام طرف يومي ام طرف فون نوك اب ام طرف اوني تشان كيدخل مباراه تاع اوني تشان فوق ديال كونكا يومي كتوكي تري يومي كتموت اوني تشان بدون يومي هنا هذا يتم فعلها ولا اوني تشان دور الاولى كطيح اون كيحاول يحبسهم لين بروك وطو اتاك ورا وطو اتاك والنوك اب والاير ولكن ما غاديش يخضر وربما انك تصيح يطيح هنايا بيك دامج طرف ديفن شوت على اوني تشان كيبقى ام اف بيك ار ولكن ما غاديش يكفي والدامج طرف ديفن دبل كيل وما يقدروش فريق فايروس جيمنج يسالي هذا الجيم نايس بيم طرف فريق انتقال على الكهرباء اللي كيبقاو شادين معاهم في هذا الجيم. فايت خرافي فايت خرافي من ايريليا 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 ايش قاعد تسوي يا اوني شان يا صديقي
ما شاء الله عليك. ايش قاعد يصير انت ويومي؟ هو نظلم يومي، يومي اكيد يعني قاعد يهيل، قاعد يعطي هو شيلز، قاعد يسوي سلوز، قاعد يفتح الف، بس انت كلاعب الله عليك، هيك الله عليك يا صديقي. بس اللي صار استغربت من مشيت من يعني الوقت والعداد انه قاعد يطلعوا الشباب، يعني ليش ضل انا هذا استغربت منه، يعني كان ممكن انه والله خلاص يرجع يسوي ريسيت انتوا اقوى يعني، بس هو حب ياخذ يجرب يعني يشوف ممكن كان يسوي يخلص الجيم، لانه كانت فرصتهم يخلص هذا الجيم، لانه دريفن الحين صار عنده جي اي لدريفن، يعني جي اي صار بدك تقتل دريفن مرتين، هذا الاشي حيسبب مشكلة كثيرة كبيرة لهم، لانهم كل تركيزهم على دريفن. لو تلاحظ يا رازو كل الفايت قاعد ايرليا ينط على دريفن يعني بطريقة مش طبيعية، بس بدي دريفن، جيب دريفن بفوز الجيم. فدريفن لازم يظل سيف، لازم يبعد، مش عارف ايش لازم تسوي يا دريفن يا صديقي، بس نعم. ويل بلايد رأيناه هنا في هذا لاست تيم فايت، انا يا ايريليا اللي قدرت تشوت داوني دريفن فيرست، ومن ديك ساعة وهي اوتو اتاك ورا اوتو اتاك ورا اوتو اتاك، والبروك الكونكرور والهيل تاع يومي 1 في 4 وقدرت تنيز ونوغراد من طرف نوزيزو انجيز من طرف زاك في التيم فايت داخل كينتان، وعن طرف ايريليا ام طرف زوتين ام طرف اون ام طرف زاك، والايراد كيتشيرو ريدمشن فما الهيل نيوز ام طرف ايكو مباشرة على سبت البشر، واش يقدر يدير ام طرف ايكو تيكيلو ويكيمشي من زوتين كيم موت فورتيلوس كيم موت تشواني تاع من جهة اخرى، ولكن اوني تان كيتخدم وكيقتل دريفن هو الاول، ونيتسان واش يقدر يديرها مره اخرى، ونيتسان غادي يرجع للور ايكو 1 اتش بي وما يقدرش يقتله ما يقدرش يشوت داونير، وهنا الفرصه من فريق اسرق يسالوا الجيم كيتخدموا كامل في ميدنين اربع اشخاص اجانس اثنان، واش ايكو واش زاك يقدروا يدفنتي، وهنا ربما المعجزه واش يقدروا يديروها بجوج، زاك فونكي كيتخدم ايكو ما عندوش الار ما عندوش الالتيميت واش يقدر يديرها، ولا عنده الالتيميت الفيليا ويخدم ايكو بساطه وما يكفيش لوغ يدير الالتيميت، ونيتسان بيك فيرت وول سيندرا ويخدم بساطه زاك ايغنوري زاك وغيساليو هذا الجيم فريق فايرس جيمنج وشي تي ويل بلايز لهم و بحد موفق لايف كيز في الجيمات المقبله. جي 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 تيم فيروس وهارد لك لتيم اي اف كي، ونرجع للمحللين معنا بالاستوديو.